السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه بلاد ديال بركان. في هذا الفيديو غندير لكم واحد التيسير سهل واللي هو موجود في كل بيت وكل دار مغربيه. خصنا البنان كراميل سكر دو كان. من بعدها غادي نفتحوا البنانه على زوج, نسخنوها في الميكرووند 30 ثانيه, ناخذوا السكر دو كان ونديروه حركه فوق البنان, ناخذوا الشاليمو ونسخنوا هذاك السكر فوق البنان. من بعدها ناخذوا تبصيل نقي, نمرسو هكا, نشدوا هاد الكراميل نزوقوا به التبصيل بحال هكا, نديروا في وسطو القشده لا شونتيي ونقول لكم اكله شهيه.